بحس مسؤول يتوافد مواطنو ولاية تيزي وزو للاستفادة من التلقيح ضد الكورونا وسط أمل رفع البلاء ودعوة للمشاركة في الحد من انتشار الداء. Parce que la suite pandémique elle est très dangereuse. Même avant-hier, j'ai perdu un cousin. On l'a enterré avant-hier. Le Covid, donc les gens, il faut les inciter. Je pense qu'il faut les obliger à vacciner. الإنسان كي كان فاكسين الحمد لله الناس جات فاكسيني هكذا. إن شاء الله باش داير. بيت عمر السبيطارات. كيسانسك فطرونا. فطرونا. باش تفاكسيني. إيه فاكسينا الفاكسين الكورونا وكنونا الخيرة. أنا نزلنا عاد سمعت راني جيت لهنا ندير الفاكسين. يجوا كاع يديروا الفاكسين الغاشي مليح لصحتهم باش يلقاو صحتهم باش المرض يوخر علينا. عملية التلقيح شملت أيضاً موظفي المؤسسات العمومية تعدتها إلى وضع برنامج يضمن عيادات تلقيح متنقلة عبر قرى ومداشر الولاية. هذه لا كومباني هذه تاع لا فاكسيناسيون بدات سيتادير دوبي لو مواد فيفري هذه لا فاكسيناسيون لها في دون دي سونت دو فاكسيناسيون على انتيريور دي زيتابليس راح تكون خرجات نروحوا في الدواشا دون ميم في الجوامع دون لي بلاسيت بوبليك ان بو بارتو دون لا ولايه تاعنا. هذا وتبقى عملية التلقيح متواصلة تكفل حق المواطن في جرعة حياته حيثما كان.